مساء الخير عليكم مشاهدينا وعلى كل من يتابعنا من داخل أو خارج العراق، ورمضان كريم إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة والستر والعافية أهم شيء. وهذه حلقة جديدة من بات لايف، للمشاركة بالبرنامج مشاهدينا أكيد من خلال أرقام هواتفنا اللي دائما تظهر أسفل الشاشة. طبعا حلقة البارحة كانت كلش حلوة، ثلاث فائزين ربحوا ويانا، واحد بال 300 دولار والثاني 200 دولار والثالث 200 دولار. اتمنى حلقة اليوم ماكو اي خسارة والكل يربح ويانا. طبعا نستقبل الاول اتصال. مروان من الموصل. نعم مساء الخير مروان. مساء الخيرات، مساء الخيرات، الله يبارك فيكم وباحلى قناة. شكرا لك، رمضان كريم عليك. علينا وعلى أمة محمد وعلى الجميع إن شاء الله. حضرتك منين مروان؟ من الموصل، الموصل القديمة. من الموصل القديمة، شلون هالموصل؟ أيوة. والله الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله ونشكره على كل حال. إن شاء الله ترجع أحسن من قبل. زين، شلون هجوة رمضانية هناك؟ حلوة؟ إن شاء الله. وحاليا ما أشاهد التلفزيون، نزل الثاني وابني شوية أذن أفتر وحصلتكم. هيصل لي من تحررنا لحد الآن أتصل وما أحصل، هسه حصلت على وجه ابني وياي لين يمشي. يعني اليوم حظك حلو ويانا لانه ان شاء الله الافراح نشتري له ملابس اليوم على العيد. يلا ان شاء الله تربح ويانا. شلونك من الحيبس يا مروان؟ مروان شلونك من الحيبس؟ نعم وياكم وياكم. زين زين، بالمحيبس لاعب قبل؟ نعم بالمحيبس شلونك لاعب قبل لو هاي اول مره؟ والله ان شاء الله ان شاء الله ندبره ان شاء الله. زين يلا يعني نبلش؟ ان شاء الله. يلا نشوف المثل شو يقول المروان. المثل يقول انا ما ادري شاهد التلفزيون، بس خلي نقول طقي الاثنين. مروان اسمعني، اول شيء نعطيك المثل تمام؟ اي المثل. اذا حليت المثل راح نبيت المحبس الك تمام؟ المثل يقول خلي ياكلون ما زال. كمل المثل. شلون؟ المثل يقول يا مروان خلي ياكلون ما زال عمرهم طيب. يمك ماكو تلفزيون كان صح. يلا صحيح، عافية عليك يا مروان والإجابة صحيحة، عبرت مرحلة المثل. هسه حنبيت المحبس إلك يا الله. طبعا بالبداية رصيدك هو 500 دولار مروان، وعندك ثلاث وسائل مساعدة إن شاء الله. يلا خلينا نبيت هذا المحبس، حنبيت إلك يا مروان، تنزل الستارة حتى نبيت المحبس إلك إن شاء الله. يا الله يا الله. ونقول بات خلينا نطق الاثنين بالبداية. نبلش بعظمة رقم اثنين؟ اي نفتح الاثنين. نثبت؟ هسه ما افتهمت. نثبت ان شاء الله. نفتح عظمة رقم اثنين لو شنو؟ نفتح رقم اثنين. يلا نفتح عظمة رقم اثنين المروان، وان شاء الله ما يطلع بها البات. عافية عليك يا مروان. تلعب. ان شاء الله. بقى لك الواحد واثنين، سوري، واحد وثلاثة والأربعة والخمسة والستة وإيد اليمنى واليسرى وثلاث وسائل مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة. يلا نستخدم اول وسيله مساعده المروان. رصيدك طبعا نقص 100 دولار ورصيدك صار 400 دولار، والوسيله المساعده هي ايدي اليمنى يا مروان، يعني ايدي اليمنى خلصت منها. وقلت لك ايدي اليسرى والواحد وثلاثه والاربعه والخمسه والسته وسيله المساعده. خلينا نفتح السته. نفتح عبارة رقم سته؟ نعم. متاكد؟ ان شاء الله، ما ادري شاهد التلفزيون والله بالشارع. يلا نفتح عبارة رقم سته المروان، وإن شاء الله ما يطلع بيها البات. عافية عليك يا مروان. عظمة رقم ستة ما بيها المحبس، تلعب خوش تلعب. يا الله. بقيت لك إيدي اليسرى والواحد وثلاثة والأربعة والخمسة ووسيلتين مساعدة. وناخذ وسيلة مساعدة أيضا. نستخدم ثاني وسيلة مساعدة. احنا نرضى نرضى بالربح في سبيل إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نربح إن شاء الله. يلا إن شاء الله. رصيدك صار 300 دولار. وسيلة المساعدة هي ايدي اليسرى، خلصت منها. استظل الواحد وثلاثة والخمسة؟ بقى لك واحد وثلاثة والأربعة والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة والأخيرة. نفتح الواحد. نفتح رقم واحد؟ نعم. متأكد؟ يا الله. يا الله نفتح؟ نفتح نثبت. يلا نثبت على عظمة رقم واحد المروان، عافية عليك يا مروان. تلعب. عافية عليك، بقالك ثلاثة والأربعة والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة. ناخذ وسيلة مساعدة. يلا نستخدم آخر وسيلة مساعدة المروان، رصيدك طبعا صار 200 دولار وبعد ما عندك أي وسيلة مساعدة، والعظمة اللي فتحت لك هي رقم ثلاثة. بقالك الأربعة والخمسة، وهسه منين حنجيب البات يا مروان؟ إن شاء الله يا ربي
يا الله ناخذ من الأربعة. متأكد؟ وشوية مساعدتكم يا الله. أكو حد يمك؟ أنت مو قلت ابنك يمكن؟ والله بس أمي. بس ابنك؟ أي والله. زين ابنك شو يقول؟ من الأربعة لو من الخمسة؟ والله ابني يقول بالخمسة، وأنا أقول بالأربعة، فراح آخذ بكلام ابني اليوم إن شاء الله. بيشتري ملابس على العيد. يلا إن شاء الله تربح. هسه منين حنجيب البات؟ إن شاء الله. منين؟ من الخمسة على كلام ابني. على كلام ابنك، ابنك يقول خمسة وأنت تقول أربعة، يعني حتسمع كلام ابنك. راح أسمع كلام ابني. نثبت؟ ثبتي. يلا نثبت على عظمة رقم خمسة، ومروان يقول نجيب البات من عظمة رقم خمسة. عافية عليك يا مروان، عافية عليك بالبطل، ربحت ويانا 200 دولار، كلش فرحت إليك، وراح تشتري ملابس للعيد لابنك. الله مبارك عليك ال 200 دولار. ممنونين ممنونين، شكرا جزيلا. احنا اللي شاكرين اتصالك، تحياتنا لك يا مروان، ومبروك عليك ال 200 دولار، ابقى ويانا على الخط حتى ياخذون عندك المعلومات. شكرا لاتصالك، مع السلامة. مع السلامة. لمشاركة البرنامج أكيد مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة. فتحة خير مروان ربح ويانا 200 دولار. نستقبل اتصال آخر. رغد من بغداد. مساء الخير يا رغد. مساء النور. رمضان كريم. أجمعين حبيبتي علينا وعليكم. منين من بغداد يا رغد؟ من الغزالية. من الغزالية، شلون أجواء رمضانية هناك؟ حلوة؟ حلوة كلش. تفطرون برا ولا تتسحرون برا ولا كله بالبيت مقضيها؟ لا حاليا كله بالبيت. هاي أول أيام تكون بالبيت، بعدين نصير ملل وتطلعون برا. أي أي. العائلة يمك يا رغد؟ أي نعم. الكل يمك؟ أي نعم. يعني كم نفر تقريبا؟ يعني أنا وأختي وبنات أختي. يعني فرق، خلينا نقول يعني شجعوك. اي اي ان شاء الله. حلو، زين شلونش بالمحبس؟ اول مره قاعد تتصلين؟ انا يوميا اشوفك. يعني اول مره بس تتصلين؟ اي اول مره. اوكي، يلا نشوف المثل شو يقول الرغد. اي نعم. المثل يقول اجاك الموت يلتارك الصلاه. عافي عليك يا رغد، عرفتي راسا؟ اي شكرا. عبرتي مرحله المثل، هسه حنبيت المحبس الك. طبعا بالبدايه رصيدك هو 500 دولار. وعندك ثلاث وسائل مساعدة، يلا تنزل الستارة رغد حتى نبيت المحبس إلها. إن شاء الله. ونقول باي. إي نعم. أستخدم وسيلة مساعدة الأولى. يلا رغد من البداية حابة تستخدم أول وسيلة مساعدة. رصيدك صار 400 دولار، وسيلة المساعدة هي عظمة رقم 4. بعد انت يا مساعديني. ان شاء الله. بعدنا بالبداية يا رغد. خليني امشي يساعدك اول شيء. يلا. زين. ايدك اليمنى؟ هذه ايدي اليمنى. اي. ايش بيها؟ نفتحها؟ افتحها. اكيد. اي نفتحها. يلا عافية عليك يا رغد. وايدي اليمنى ما بيها المحبس، بقالش الواحد واثنين وثلاثة والخمسة والستة، وايدي اليسرى وسيلتين مساعدة. شو مدى اسمع صوت يمك يا رغد؟ مو هم كلهم. أنت تجيع قوي يعني، ارد اسمع صوت، ما اقدر الا اسمع صوتي. زين. نفتح الخمسة. نفتح عظمة رقم خمسة، نثبت؟ هاي اختي تقول. انت شو تقولين؟ يلا عليها مثل ما تقول. أكيد؟ إيه إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم خمسة الرغد، وإن شاء الله ما يطلع بيها المحبس. عافية عليك يا رغد، تلعبين وخوش تلعبين. بقالش الواحد واثنين وثلاثة والستة، وإيدي اليسرى وسيلتين مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة. نستخدم ثاني وسيلة مساعدة الرغد. رصيدك صار 300 دولار، ووسيلة مساعدة هي إيدي اليمنى. خلاص تلعب وخش تلعب اليسرى. عادي. مقالة الواحد واثنين وثلاثة والستة.
عشان تنحال. وسيلة مساعدة واحدة بس. نفتح التتر تقولون. اسألي اليمك يا رغد، شوفوا مش يقولون. شو تقولون؟ نفتح التتر؟ زين، انت كم نفر يمك تقريبا؟ كلهم أربعة. أربعة. يعني داود بلشت بالأربعة. نفتح الستة؟ شو تقولين انتي؟ أنا ما أعرف. ما طول خلصتي من إيدي ما بيها المحبس، إذن أنا بالعظمات ما أعرف بيها عظمة، بس المخرج يعرف. أنا ما أعرف. نفتح الستة؟ نثبت؟ يلا نثبت. أكيد؟ ما أدري. يلا هي حيرة شوية صحيح. أي. ناخذ وسيلة مساعدة؟ يلا هي آخر وسيلة مساعدة، خلينا نستخدمها. آخر وسيلة المساعدة يلا. أي. نستخدم آخر وسيلة مساعدة الرغدة. رصيدك صار 200 دولار والعظمة انفتحت هي رقم واحد، بقالش 2 و3 و6 بعد ماكو أي وسيلة مساعدة. هسه بقت عندنا 2 و3 و6. نفتح الاثنين. نثبت؟ إي نفتح الاثنين. أكيد. رغد اريد اسمع صوت. نفتح الاثنين. نثبت فيكم. يلا نفتح الاثنين. اكيد. ما ادري هم اللي يقولون اي، ما الناس تقول لا. زين ايش قد عددهم اللي يقولون اي وايش قد عددهم اللي يقولون لا؟ ما حد يقول اي. يلا احكوا. واحده تقول ثلاثه، واحده تقول اثنين، وانا اقول ما اعرف. يلا لازم نثبت. نفتح الاثنين. نثبت، لازم تقولين نثبت حتى نقدر نفتح. نفتح الاثنين يلا. نثبت؟ نفتح الاثنين؟ نفتح الاثنين يلا. يلا نفتح عظمة رقم الاثنين الرغد، وان شاء الله ما يطلع بها البات. ضاع البات ما ظن بعد تقول. للاسف يا رغد وطلع البات بعظمة رقم اثنين. اعتذر منك يا رغد. يلا ان شاء الله ترجعين تتصلين بينا مره ثانيه ويحالفك الحظ وتربحين ويانا بالحلقات القادمه. شاكر اتصالك، مع السلامه، باي باي. عندنا اتصال اخر، امير من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، رمضان كريم. الله يسلمك، رمضان علينا كريم ان شاء الله، عليكم. علينا وعليك وعلى كل العراقيين ان شاء الله، شلونك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. وشلونك بالمحبس؟ والله لا بأس بالمحبس. لا بس لو زين لو مو زين. والله انا ما ادري الجهال هنا، انا مو توني بابا خابر، بابا خابر قلت لهم صار اخذت الرقم وداي خابر. اول مره بحياتي اتصل على قناه. يعني اليوم حظك حلو بما انه انت اول متصل قاعد تخابر على قناه معينه صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله تربح ويانا. ان شاء الله. يلا شلونك بالامثال؟ والله على الله. زين بالمحبس قلت يعني زوين. زين بالامثال شلونك؟ هم زوين لو مو زين؟ يعني الامثال تضرب ولا تقاس. يلا نشوف المثل شو يقول. المثل يقول اي تريد ارنب اخذ ارنب، تريد غزال تريد ارنب اخذ ارنب، تريد غزال اخذ غزال. لا. تريد ارنب اخذ ارنب، تريد غزال اخذ غزال. يا ممكن يعني اكو يتغير. انا ما اعرف شنو الاجابه. والله هذا المثل اول مره مر علي يعني. لا بابا هي الاجابه موجوده اصلا بالمثل، مو الغزال اختار الثاني. تريد ارنب اخذ ارنب، تريد غزال اخذ شاخذ. ما اعرف والله. هي هو مو موجود بالمثل كلمتين ارنب وغزال. مكان الغزال شنو موجود؟ المكان الغزال شنو موجود؟ ارنب. يلا تريد ارنب اخذ ارنب، تريد غزال اخذ ارنب. عافيه عليك. اخذ ارنب. وعبرت مرحله المثل، ممتاز. رحم الله والديك. والديك شكرا لك. هسه راح نبيت المحبس لك، في البدايه رصدك هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعده. حلو؟ ماشي، اوكي. يمك تلفزيون؟
أنا قريب التلفزيون علي بس الريموت وين؟ طيني أنا أصير ريموت. إيه حتى تشوف. تمام يلا نعم. هاي نعم. رصيدك $500 قلت وعندك ثلاث وسائل مساعدة تنزل ستار نعم. حتى نبيت المحبس إلك. إن شاء الله. يلا إن شاء الله. ونقول بات. نقول بات يا الله. يا الله. بشنو حنبلش؟ بات يا الله. تفتحي لي رقم 3. نفتح عظمة رقم 3 بالبداية نثبت؟ أثبت. أكيد. أكيد. خلاص. هي تطلع اول واحده فيها البات. يلا نثبت. نثبت. قول يا الله. نقول يا الله نفتح عمر رقم 3 وان شاء الله ما يطلع بيها البات. اكيد اكيد. خلاص خلاص يلا نثبت ونفتح عمر رقم 3. عافية عليك. تلعب خوش تلعب. عظمة رقم 3 ما بيها المحبس. وقال لك 1 و2 و4 و5 و6 وايد اليمنى واليسرى وثلاث وسائل مساعدة. نعم. استحيلي رقم 6. نفتح عظمة رقم 6. نثبت؟ نثبت. زين أولادك شو يقولون؟ ما أدري. جهالي نزلوا جوا على التلفزيون الجوا. حتى يسمعون صوتك بالتلفزيون. أكيد. وما غير يجون يمي يساعدوني ماكو حتى المرة نزمت. يعني بقيت وحدك. يلا هسا نثبت على عظمة رقم 6 قلت؟ ان شاء الله ثبت على عظمة رقم 6. نفتح ان شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم 6. عافية عليك وتلعب خوش تلعب. وعظمة رقم 6 ما بيها المحبس. وقالك 1 و2 و4 و5 وايد اليمنى واليسرى. اخذ وسيلة مساعدة. تستخدم اول وسيلة مساعدة رصدك نقص $100 وصار $400 ووسيلة مساعدة هي ايد اليمنى. اوكي. تلعب خوش تلعب. وقالك 1 و2 و4 و5 وايد اليسرى وسيلتين مساعدة. حسوني يا ايد نفتح 4 لو 5 لو 1 لو 2. خلهم 1 لو ايد اليسرى. لا تنسى ايدي على حكاية حسوني. حسوني؟ حسوني اسمه الحقيقي لو الدلع مالته؟ لا 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 الدلع مالته اسمه حسن. ها اوكي لان انا ابوي اسمه حسوني. الله يحفظه لك ان شاء الله. شكرا لك. يلا 1 و2 و4 و5 وحسوني يقول 1. هسه نسمع كلام حسوني لو تغير رايك. لا لا ما غير رايي على حكايته. هاي هي انا ما رد كلمته. خلاص؟ خلاص هاي هي ثبت. يلا انثبت على عظمه رقم 1 وان شاء الله ما يطلع بها البات. عافيه عليك. تلعب وخوش تلعب. حسوني يعرف يلعب. وقال لك 2 و4 و5 وايدي اليسرى وسيلتي المساعده لا تنساهم. نعم ناخذ وسيله. قام يقمص حسوني معود اليوم. يلا نستخدم ثاني وسيله مساعده. وسيله مساعده اي رصدك صار $300 وسيله مساعده هي ايدي اليسرى. خلصت منها. وقال لك 2 و4 و5 وسيله مساعده واحده والاخيره. علاوي يا ياهو يا رقم بابا. اريد رقم 5. رقم 5؟ هاي علاوي يقول رقم 5 ومثبت. اكيد؟ اكيد مثبت. علاوي ايش قد عمره؟ عمره 10 سنوات صف رابع ابتدائي وطلع ناجح الاول حصل. حبيبي ما شاء الله الله يخليه لك. الله يسلمك. بس نسمع كلامه مثل حسوني؟ ان شاء الله نسمع كلامه. هاي هي. نثبت يعني؟ نثبت. يلا نثبت على عظمة رقم 5. نثبت خلاص؟ نثبت هاي خلاص. ترى إذا نفتح عظمة رقم 5 بعد ما تقدر تستخدم أي وسيلة مساعدة. أي وسيلة مساعدة ما نقدر نستخدم. إذا نفتح عظمة رقم 5. أو أنا أريد آخذ وسيلة مساعدة وأريد هو يجيب البات علاوي بنفسه. هسه شنو؟ هسه أخذي لي وسيلة مساعدة. يلا نستخدم آخر وسيلة مساعدة حتى يكون أحسن ونرتاح. رصيدك صار $200. ايه والعظمه انفتحت لك هي 5. تلعب لك والله ويفول. والله علاوي خوش يلعب. والله علاوي خوش يلعب. مو حسوني وعلاوي خوش يلعبون. حتى انا راح اسال ام علاوي هي اللي دايرتنا بالبيت.
راح اسالها والله هي يا منين تجيب المحبس؟ يلا اسالها. حظها عدل. خلينا نشوف حظها عدل لو هو تعبان. ان شاء الله يطلع حظها حلو وتربحون ويانا يا اما من الاثنين يا اما من الاربعه. يلا اختار يا هو اثنين ولا الاربعه؟ اثنين؟ اربعه. تقول اثنين. ثبتين وعلاوي. تقول اثبت على رقم اثنين. وحسوني وعلاوي شلون؟ حسوني علاوي مخ علاوي علاوي المشكله علي شو تقول بابا؟ اثنين. اثنين ويا امه هاي هي على أوكي. رقم اثنين. وانت وحسوني شو تقولون؟ ما ادري حسوني بابا حسوني شو تقول المحبس بالسنين لو بالاربعه؟ يمكن يقول بس مو تنوى بس نوره فيهم خالف اربع اريد. وانت لا هاي هي وحضرتك شو تقول؟ منو؟ وحضرتك شو تقول منين نجيب البات؟ والله يعني الثنين. هسه كم نفر قال اثنين وكم نفر قال اربعه؟ اتوقع الاربعه بس نفر واحد قال صح؟ اكيد اي والاغلبيه على عظمه رقم اثنين، هسه شو تقول؟ اي الاغلبيه على رقم اثنين وبس نوره بنتي هي اللي وحيده عندي هاي البنيه رادت رقم اربعه فاحنا نثبت على اكثر. اكيد؟ اكيد هاي هي نثبت ونقول نجيب البات من رقم اثنين وان شاء الله خير. نثبت؟ نثبت ان شاء الله. يلا نجيب البات من انا من يمي خايفه. نجيب البات من عظمه رقم اثنين ونثبت خلاص. عافية عليك. عافية عليك ابو حسوني وابو علاوي وابو نور. يلا وين الغوصه؟ ارد اسمع. اي عافية ارد اسمع صوت. ايه رقم اثنين وعافية. زين هاي 200 دولار من حياخذها؟ بالاخير انت تاخذها يمكن. لا الهم والله العظيم انا دا اتصل ودا هاي على موتهم. يعني هم سووا لك وهس حتى تتصل. سبحان الله ربحت ويانا اليوم. انا اشكركم واشكر كادر الشرقيه طبعا. انا اللي شاكر اتصالك ومبروك عليك ال 200 دولار وتحياتنا لعائلتك ولاطفالك. مع السلامه. باي باي. مع السلامة. باي باي. لمشاركة البرنامج مشاهدينا أكيد من خلال أرقام هواتفنا اللي دائما تظهر أسفل الشاشة. اليوم الحلقة كلش حلوة للأسف بس متصل واحد خسر ويانا بس دا أشوف أكو تفاعل فائزين ويانا. ناخذ اتصال آخر. أسماء من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم يا أسماء. والله وكم رمضان كريم علينا وعليكم. حضرتك ثاني متصله من الموصل، انت من يا جانب الايمن لو الايسر؟ لا لا الايسر. شلون الوضع يا مش زين؟ اسماء. والله زين يعني هسه صبر القوات الامنيه. زين والاجواء الرمضانيه شلونها يمك؟ والله الحمد لله. ان شاء الله يا رب دوم اهل الموصل يكونون احسن من قبل والموصل ترجع ايضا احسن من قبل يا رب. زين شلونش بالمحبس وعائلتك يمك؟ يعني شلونش بالمحبس يا اسماء؟ والله يعني هسه مشاركه من زمان يعني قبل كنت شاركتها. قبل انت مشاركه؟ ايه. زين ربحتي ويانا لو لا؟ ايه. ربحتي ويانا قبل؟ ايه ايه مرة واحدة. كل زين، مبروك عليك، إن شاء الله يا رب هم اليوم تربحين ويانا، زين عائلتك يمك؟ ايه ايه معاي العائلة. يلا ممتاز، شلونش بالأمثال؟ بالبداية قبل كل شيء؟ ايه ايه. بالأمثال شلونك يا أسماء؟ ايه الحمد لله يعني معايا ماما. وياك ماما. يلا ما طول ماما يمك اذا زينه بالامثال لان امهاتنا كلهم يعرفون الامثال. يلا نشوف المثل شو يقول الاسماء. ايه المثل. ايه ان شاء الله يطلع سهل وتعرفوه يا اسماء. المثل يقول جيب ليل واخذ. جيب ليل واخذ نهار. جيب الليل واخذ نهار. لا.
زين ماما، ماما وينها؟ اكيد تعرفه. جيب لي لو اخذ اخذ شنو تقول؟ ما سمعته. زين شلون راح اشرح لك اياها يا اسماء؟ زين اذا صديقتك غابت عليك مو انت راح تعاتبيها؟ ليش غايبه عليك؟ يعني شويه يعني وضحي لي. ده وضح لك اسماء بس خلي بالك يمي، اوكي؟ جيب لي لو اخذ. عافيه عليك، عتابه، عافيه عليك، ممتاز. اجابه صحيحه يا اسماء وعبرتي مرحله المثل، ممتاز، عافيه عليك. بداية كلش حلوة. بالبداية رصيدك هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعدة. تنزل ستارة أسماء حتى نبيت المحبس إليك. يا. ونقول بات. أسماء صح صحي. نحن خمس نفاعات، نطق رقم خمسة. نفتح أبناء رقم خمسة بالبداية؟ ايه. نثبت؟ ايه. يلا نفتح أبناء رقم خمسة الأسماء وإن شاء الله ما يطلع بيها البات. عافية عليك يا أسماء، تلعبين وخوش تلعبين، بداية كلش حلوة. وقالش الواحد واثنين وثلاثة والأربعة والستة وإيدي اليمنى واليسرى وثلاث وسائل مساعدة. ها اسمع. إيدي اليمنى. هذه إيدي اليمنى. نفتحها؟ إيه إيه. أكيد. نثبت؟ ايه نثبت. يلا عافيه عليك يا اسماء وايدي اليمنى ما بيها المحبس. تلعبين وخوش تلعبين. وقالش الواحد واثنين وثلاثه والاربعه والسته وايدي اليسرى وثلاث وسائل مساعده عندك. انطق عظمى رقم اثنين. والدك يمش دا يساعدك دا اسمع صوته. ايه والدي هم. وبعد ماما وينها؟ خلينا نسمع صوتها هم. تقول ماما خلينا نسمع صوتها. شو تقول ماما؟ هم اثنين؟ ماما وبابا اثنيناتهم يقولون نفتح ابناء رقم اثنين اكيد؟ ايه ايه ماما هم تقول نفتح ابناء رقم اثنين. يلا نفتح ابناء رقم اثنين الاسماء. يلا ان شاء الله ما يطلع بيها البات. نشوف ابناء رقم اثنين. ضاع البات. للاسف يا اسماء ضاع البات عليك وطلع بعظمه رقم اثنين للاسف. ان شاء الله ترجعين تتصلين بينا مره ثانيه ويحالفك الحظ بالحلقات القادمه وتربحين ويانا. شاكره اتصالك، مع السلامه، تحياتنا لعائلتك. عندنا اتصال اخر، غسان من الدياله. غسان؟ نعم. مساء الخير. غسان مساء الخير، رمضان كريم. نعم نعم علينا وعليكم. السلام عليكم. شلونك يا غسان؟ شلونكم؟ شلون صحة؟ شلون مأهلنا بدياله؟ شوية الصوت ما واضح. أنا دا صيح أصلا مو بس دا أحكي. والله صوتي كلش عالي يا غسان، تسمعني؟ إي هسه هسه واضح. إي واضح. ممتاز. شلونك يا غسان؟ رمضان كريم. والله الحمد لله علينا وعليكم وعلى جميع العراقيين إن شاء الله. شلونكم؟ شلون مأهلنا بدياله؟ والله الحمد لله بخير. الله الحمد لله. الاجواء الرمضانيه هناك شلونها بما انه حضرتك اول متصل من دياله؟ اي والله والله زينه الحمد لله. زينه؟ اي زينه الحمد لله. شلونك بالمحيبس؟ والله يعني انا الجار قالوا لي ارادوا يحبون يشاركون وخبصوني. اتصل 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 بعد ما ادري بعد هي حظ. زين عائلتك يعني يمك واطفالك اللي قالوا لك خاور وحصلتنا. ايه. وحظك حلو معناها. على حظ ان شاء الله خير. يلا ان شاء الله تربح. ان شاء الله خير. شلونك بالامثال؟ والله يعني ان شاء الله زين. زين؟ زين ان شاء الله. اوكي نشوف المثل ايش يقول الغسان. يلا.
مو كل مدعبل جوز. عافية عليك، ممتاز، عبرت مرحلة المثل والإجابة صحيحة يا غسان. بداية حلوة، عبرت مرحلة المثل. هسه حنبيت المحبس إليك. طبعا بالبداية رصيدك هو 500 دولار، وعندك 3 وسائل مساعدة، تنزل الستارة حتى نبيت المحبس. يا الله. ونقول بات. ها غسان، زين اطفالك وينهم؟ اريد اسمع صوتهم اللي قالوا لك خبر. والله شو تسمعين صوتهم؟ اول شيء قالوا لي ايديك اثنيناتهم طقين. اول شيء قالوا لك ايدينات اثنيناتهم ونطقهم. ايه اكيد؟ ايه اكيد. زين اذا طلع بيها البات شلون؟ والله بعد حظهم، هم اللي رادوا الخابر وهم بعد. لا تستعجل. يلا نبلش باليمنى اول شيء. اول شيء نفتح ايد اليمنى؟ ايه. نثبت؟ ايه نثبت ان شاء الله. عافية عليك يا غسان، تلعب وخش تلعب، وايدي اليمنى ما بيها البحبس. وقلت لك ايدي اليسرى وست عظمات مال الكمبيوتر وثلاث وسائل مساعدة. اه. انطق رقم واحد. نفتح عظمة رقم واحد. نثبت؟ ان شاء الله. زين اطفالك وينهم؟ اريد اسمع صوتهم اللي قالوا. والله قاعدين هم عافوا الارقام كلها ومشلبين على ايد اليسرى. اوكي، هسه نفتح ايد اليسرى اللي هو عظمه رقم واحد لازم. لا نثبت. لا رقم واحد، رقم واحد. نثبت؟ ان شاء الله. نفتح عظمه رقم واحد الغسان وان شاء الله ما يطلع بيها البات. عافيه عليك يا مروان. غسان تلعب وخوش تلعب. بقى لك 2 و3 و4 و5 و6 وايدي اليسرى وثلاث وسائل مساعده. انطق رقم 4. نفتح عظمه رقم 4. نثبت؟ ان شاء الله. اكيد؟ اكيد. اطفالك شو يقولون؟ والله شو يقولون؟ عندك 3 وسائل مساعده، لا تستعجل. ها غسان؟ 4 انطق. اي ان شاء الله. نفتح عظمه رقم 4؟ اي. اكيد؟ اكيد، انا مش على حكيهم بعد، هم هذا حظهم بعد، شو يطلع هاي. عندك 3 وسائل مساعدة حتى لا تستعجل، انا على مودك. يلا ما استعجل. هسه شنو؟ نثبت؟ انطق رقم 2. غسان هسه 4-2. لا لا 2، نثبت على 2. نثبت؟ اي. يلا نفتح عظمة رقم 2 الغسان. عافية عليك يا غسان، تلعب وخش تلعب. وعظمة رقم 2 ما بيها المحبس، بقى لك 3 و4 و5 و6 وايد اليسرى وثلاث وسائل مساعدة. ايدك اليسرى هم نطقها. أكيد؟ إي إن شاء الله. هذه ايد اليسرى. هذه. يمك تلفزيون؟ ها غسان يمك تلفزيون؟ ايه ايه. هذه ايد اليسرى، نثبت؟ ايه اكيد؟ ايه اكيد. عافية عليك يا غسان، وايدي اليسرى ما بيها المحبس، بقى لك 3 و4 و5 و6 وثلاث وسائل مساعدة. ايوه ما ها غسان، اطفالك شو يقولون؟ انطق رقم 6. هذا رأيك لو رأي أطفالك؟ والله رأيهم هم. رأيهم هم يقولون نفتح عظمة رقم 6، نثبت؟ إي نثبت إن شاء الله. أكيد؟ أكيد. يلا نفتح عظمة رقم 6. عافية عليك، تلعب وخوش تلعب. بداية كلش حلوة، عافية عليك، بقالك 3 و4 و5 وسيلة واحدة مساعدة بس تقدر تستخدمها. هسه انطق رقم 3. نفتح عظمة رقم 3؟ ايه. اكيد؟ ان شاء الله. انت وصلت مرحلة كلش حلوة. ف عندك وسيلة مساعدة واحدة بس.
نخلص من عظمه شنو رايك حتى نبقى نحتار؟ هاي هي على حساب شاوي ناخذ وشيت مساعد. انا برايي احسن لك بصراحه. انا صحيح. على مودك. يلا نفتح عظمه سوري نستخدم وسيله مساعده. ايه رصيدك صار 400 دولار وسيله مساعده هي عظمه رقم 5. تلعب خوش تلعب يا غسان بقال لك 3 والأربعة لازم هسه تقول لي منين تجيب الباج ورصيدك هو 400 دولار ركز يا غسان جيب الباج جيبه ايه هسه يختارون رقم 4 شلون يعني اختارون نجيب الباج من عظمه رقم 4 نجيب الباج من رقم 4 هذا رأيك لو رأي أطفالك والله رأيهم هم اي والله زين انت شو تقول والله انا اقول هاي ان شاء الله 4 ان شاء الله 4 خلاص نثبت ان شاء الله نثبت ايه اجابه نهائيه ايه ان شاء الله 4 يلا غسان يقول نجيب البات من عظمه رقم 4 وان شاء الله يا رب يطلع البي ترجع باسم الشرقيه ترجع باسم الشرقيه يا غسان للاسف طلع البات بعظمه رقم 3 اعتذر منك يا غسان وشاكره اتصالك مع السلامه للاسف خسر ويانا غسان بحلقه اليوم عندنا اتصال اخر زيد من النجف مساء الخير يا زيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله رمضان كريم رمضان علينا ان شاء الله عليكم فجوه القلب خير شلونك يا زيد مو الله يسلمك بعد عيني زيد زيد من النجف زيد شلونك شو اخبارك شلونك برمضان شلون اهلنا بالنجف والاجواء الرمضانيه اللي برمضان والله ان شاء الله حلوه وجود سعد البزاز والله حلوه اجواء الرمضانيه اللي اللي بالنجف والله زين الحمد لله وشكرا انا سمعت انه بالنجف يبقون للسحور وايضا ورا السحور هم يبقون صحيح والله صحيح هناك كم زوج والاجواء حلوه ان شاء الله يا رب دوم دوم ان شاء الله يلا شلونك بالمحيبس بالامثال والله والله الامثال شوي ها بالمحيبس لازم يعني لاعب محيبس قبل اي لاعب لا شلون يعني بيناتكم بين المنطقه لو بين اهلك لو انت متصل علينا سابقا لا اي المنطقه ها يعني لاعب بين بالمنطقه يعني لاعب محيبس ايه ودام تربح عليهم لو شنو حيدر. نعم زيد اخوي حيدر يطلع بفرق واني اه ممتاز يعني عندك خبره ما اخذها من اخوك اي عندي خبره من حيدر اخوي يلا زين هسه حيدر يمك لو مو يمك حتى يساعدك بما انه هو خبره ودائما يفوز لا مسافه عني والله بغير بيت بغير بيت للاسف يلا الله. نشوف المثل شو يقول الزيد المثل يقول بغير تليفون ويقول لي المثل يقول يا زيد المبلل ما يخاف من المطر عافية عليك يا زيد عافية بالبطل عبرت مرحلة المثل بالبداية طبعا حنبيت المحبس رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة تنزل الستارة زيد حتى نبيت المحبس إلك يلا ماشي ويقول بات زيد عندك ست عظمات مال الكمبيوتر وايد اليمنى واليسرى وثلاث وسائل مساعده. طق اليسرى. هذه اليسرى. هذه. يمك تلفزيون مو زيد؟ اي نصين نصين. اكيد؟ اكيد نصين. نثبت؟ ها زيد؟ اي نفس التلفزيون نصين وياك. نثبت خلاص نفتحها؟ ايه ايه عافية عليك يا زيد. تلعب خوش تلعب وايدي اليسرى ما بيها المحبس. تمام بقت لك ايدي اليمنى وست عظمات مال الكمبيوتر وثلاث وسائل مساعدة. ماشي. تلحقها اليمنى مالتي. تلحقها اليمنى مالتي، هذه اليمنى. ايه. هم نفتح؟ فتحيها ايه. اكيد؟ اكيد. نثبت؟ ثبت. يلا عافية عليك يا زيد تلعب وخوش تلعب وايد اليمنى واليسرى خلصت معدها ما بيها المحبس
بقالك، 6 عظمات، 8 كمبيوتر كلهن يعني، وثلاث وسائل مساعدة. نبدي بالثنين. نبدي بعظمة رقم 2، نفتحها. ايه ثبت عليها نفسها. اكيد اكيد. يلا نثبت على عظمة رقم 2 الزيد، وان شاء الله ما يطلع بها البات. عافية عليك يا زيد، تلعب وخوش تلعب. عظمة رقم 2 ما بيها المحبس، بقى لك الواحد والثلاثة والأربعة والخمسة والستة وثلاث وسائل مساعدة يا زيد، لا تنساها. ماشي ماشي، يلا نكمل. حيدر اخوي يقول اخذي وسيلة مساعدة. حيدر انت مو قلت ماكو حيدر يمي؟ يخافون على التليفون. ها آه حلو، يلا ممتاز. حيدر شو يقول؟ يقول اخذ وسيلة مساعدة. نستخدم اول وسيلة مساعدة الحيدر. رصيدك صار 400 دولار والعظمة اللي فتحت لك هي عظمة رقم 1. تلعب وخوش تلعب، عافية عليك يا زيد. وقال لك 3 و4 و5 و6 وسيلتين مساعدة. فتحة ثلاثة. نثبت؟ أنت تقول له حيدر أخوك؟ لا حيدر. حيدر يقول. هو حيدر شو يقول؟ ما حيدر شو يقول لك؟ أنت تسوي، يلا أوكي. ممتاز، يعني نفتح عظمة رقم 3 نثبت؟ إي ثبت. يلا نفتح عظمة رقم 3 الزيد، وإن شاء الله ما يطلع بيها البات. عافية عليك، تلعب وخش تلعب يا زيد. وقالك ثلاثة الأربعة والخمسة والستة ووسيلتي المساعدة. بقالك 2 بس لازم تستخدم وسيلة مساعدة واحدة والأخيرة. مساعدة. ممتاز، يلا نستخدم وسيلة مساعدة الزايد. رصيدك صار 300 دولار والعظمة حتنفتح لك هي الخمسة. تلعب. هسه منين حنجيب البات يا زيد؟ جيب البات جيبه. حيدر شو يقول يا زيد؟ حيدر يقول رقم 6. حيدر يقول بعظمة رقم 6، وانت شو تقول؟ انا اقول شو يقول هو يقول انا. زين عائلتك يقول رقم 6. عائلتك شو تقول؟ زين شو يقول هو قلت يقول انا. زين عائلتك، عائلتك ولا واحد ولا نفر يمك؟ زوجتي شو تقولين؟ المرة تضحك. تضحك وعندها رأيك، ما تقول فد شيء. أم طيبة شو تقول يا أبوي؟ ما تحكي أم طيبة. ما تحكي أم طيبة، أنت شو تقول؟ أنا أقول رقم 6 إن شاء الله. يعني ويا حيدر أخوك. ويا حيدر. نثبت؟ ثبت. خلاص؟ خلاص. أكيد؟ أكيد إن شاء الله. أنا من أمي خايفة يا زين. يعني خلاص. خلاص إن شاء الله. يلا. نجيب البات منين؟ من الستة إن شاء الله. نجيب البات من عظمة رقم 6 الزيد، وإن شاء الله ترجع. للأسف يا زيد طلع البات بعظمة رقم 4. زيد أعتذر منك، خسرت ويانا اليوم، والبات طلع بعظمة رقم 4. إن شاء الله ترجع تتصل بينا مرة ثانية ويحالفك الحظ وتربح ويانا بالحلقات القادمة. شاكرة اتصالك، مع السلامة. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد شلونك؟ رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم. أحمد منين؟ من القادسة. من بغداد. نعم. شلون أجواء رمضان يا بغداد؟ حلوة؟ القادسة. متى شلونك برمضان؟ الحمد لله. زين؟ ممكن تنصينا صوت التلفزيون وتسمعني من صوت التليفون حتى يعني نسمع بعض واضح؟ نعم. اوكي، شلونك بالمحابس بالامثال؟ منو يمك يساعدك؟ والله لا وحدي. ولا واحد؟ ايه. وحدك انت؟ نعم. اوكي، زين شلونك بالمحابس؟ زين. زين؟ نعم. لعب قبل؟ لا ما لعب، اول اتصال. لا انت محبس لاعب قبل انه بالمنطقه بين عائلتك حتى تقول زين يعني ورابح. نعم عليهم. نعم نعم. يعني فايز على عائلتك من تلعب وياهم.
إذا نعم. أنت زين. نعم البارحة أنا لاعب وزين كلش. عافية عليك. يلا زين شلونك بالأمثال؟ والله مو كل زين. بالأمثال هم زين؟ لا مو زين. مو زين بالأمثال. يلا احنا أمثلتنا كلها سهلة وأنا أقدر أساعدك بس بالمثل ها؟ إيه والله زين. يلا نشوف المثل شو يقول؟ نعم. المثل يقول تريد تعلم الواوي على تريد تعلم الواوي على تريد تعلم الواوي على شنو؟ والله ما اعرف اول مره يمر علي هذا المثل انا هم ما اعرفه للاسف تريد تعلم الواوي على اي تليفون ثاني ماكو يمك سبعة جوجل شيء سيارتك يطلع لك لا يا تريد تعلم الواوي على والله اول مره يمر احنا ناكل لحم وشنو مرات ايش ناكل احنا لحم على اكل الدجاج على لحم الدجاج عافيه عليك الإجابة صحيحة وعبرت مرحلة المثل كل الزين هسه حبية المحبس إليك بالبداية رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة يلا شكرا. تنزل الستارة حتى نبيت المحبس نعم يلا ونقول بات بشنو حنبلش؟ ناخذ وسيله مساعده يلا نستخدم اول شيء وسيله مساعده رصدك نقص 100 دولار ووسيله مساعده هي ايدي اليسرى نعم فقط لك ايدي اليمنى واستعلمات مال الكمبيوتر ووسيله المساعده فقط حلو؟ نعم تمام نفتح رقم 3 نفتح عقب رقم 3؟ نعم أكيد؟ أكيد نثبت؟ ثبت يلا نفتح عقب رقم 3 وإن شاء الله ما يطلع بيها البات عافية عليك تلعب وخوش تلعب كل زين بداية كلش حلوة وقال لك إيدي اليمنى والواحد واثنين والأربعة والخمسة والستة ووسيلتين مساعدة فقط نعم نفتح رقم 1 نفتح عقب رقم 1؟ نعم نثبت؟ ثبت يلا نفتح عبارة رقم 1 وإن شاء الله ما يطلع بيها البات عافية عليك تلعب خوش تلعب وقالت لك إيد اليمنى واثنين والأربعة والخمسة والستة ووسيلة المساعدة فقط نفتح إيد اليمنى هذا إيد اليمنى نعم نفتحها؟ نفتحها أكيد أكيد وإذا طلع بها المحبس أنا معلية لا نثبت خلاص ناخذ وسيلة مساعدة أنا من أقول ثبت مو أريد أخوفكم بس حتى نثبت خلاص يعني ناخذ كلمة نهائية يلا هسه شنو؟ وسيلة مساعدة نستخدم ثاني وسيلة مساعدة رصيدك صار 300 دولار ووسيلة مساعدة هي الاثنين وقالك الأربعة والخمسة والستة وإيدي اليمنى وآخر وسيلة مساعدة نفتح رقم 5 نفتح عظمى رقم 5 نثبت؟ نعم يلا نفتح عظمى رقم 5 إن شاء الله ما يطلع بها ضاع البات ما ظن بعد تلقونه للأسف وطلع البات بعظمة رقم 5 لا للأسف شكرا اتصالك مع السلامة إن شاء الله ترجع تتصل بينا مرة ثانية وتربح ويانا بالحلقات القادمة لهنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا انتظرونا باكر بنفس الوقت باي باي